بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك